أشكر مرورك صديقي. بس للتعقب على رأيك الكريم بأن الممارسة والتكرار، ممارسة وتكرار الكلام الأمريكي. صحيح أنت تمارس وتكرر الكلام الأمريكي، بس مو قبل ما تمر على قواعد هذا الكلام. إذا ما تمر على قواعد هذا الكلام راح تكرر وتمارس بس بذهنك بس مو بقلبك. يعني هذا الكلام اللي أنت راح تمارسه وتكرره راح يطلع من شفايفك، ما راح يطلع من قلبك، ما راح تحكيه بروح، وبالتالي ما راح تلقى نفسك متقمص هاي اللهجة، وهي اللهجة الأمريكية. فالتقليد، الممارسة والتكرار هذا ما يصير يطلع بس قلت لك من شفايفك، ما راح يطلع من قلبك، ما راح تحكي هذا الكلام بروح مثل ما تحكي لغتك الأم. فمختصر مفيد، ندخل لهذه اللهجة من باب القواعد وليس من باب التكرار أو التقليد المقيت. يعني أنت شو تريد تسوي سوي بعدين، بس مر على القواعد أول مرة، احفظهن احفظهن، وبعد القواعد شو تريد تسوي سوي، تقلد تكرر أنت حر، بس أكيد راح تلقى فرق بين ما تمر عليهن أول مرة أو ما تمر، لازم أكو فرق. المرور على القواعد يسموه فهم اللهجة أكاديميا، دراسة اللهجة أكاديمية. عندنا طريقتين احنا نفهم بها اللهجة، يا اما تروح تسافر ويا متحدثيها الأصليين او تعيش وياهم بالعمل لفترة، راح تقوم تحكي مباشرة نفسهم وبلهجتهم، هاي تسموها طريقة فهم اللهجة بالمعايش. واذا انت واغلبنا احنا ما نقدر نعيش ولا وياهم ولا نقدر نسافر لهم، وخصوصا احنا مثلا بالعراق ما عندنا يعني ناس متحدثيها أصليين بالحياة اليومية، فنضطر كمتعلمين نمشي بطريقة أو نتبع قواعد اللهجة، يعني ندرس اللهجة أكاديميا. فهاي اللهجة معناتها بالحالتين لازم تنفهم كفهم أول مرة، وبعدين نكررها ونقلدها ونسوي كل هاي الأمور. فندخل للهجة من باب القواعد وليس فقط نكتفي من باب التقليد أو التكرار. هذه كانت مدربة نيتيف يمكن أمريكية، طلع لي هذا الفيديو مالتها بالصدفة، فتدرب المتابعين مالتها على طريقة الحفظ، حفظ الكلام الأمريكي بدون فهم. يعني مثلا تطيل اللفظ مالتها اللي هي تستخدمه بحياتها اليومية هم يرددون وراها. فبرأيك بأنه هاي الطريقة طريقة عملية، البشر بطبيعته يحب يفهم ما يحب يدرخ، إذا فهم الشيء أبد ما ينسى، بس إذا حفظه وردده يعني مثل العفو الببغاء ينسى ما يبقى بالبال. فأنا دائما يعني أنصح وأتبع طريقة الفهم، طريقة الفهم مثل ما موجودة في فيديوهاتي وموجودة على اليوتيوب. بديت أنزل فيديوهات فهم الكلام الأمريكي، فراح سوى يعني بدل ما نحفظ لفظ هاي العبارة راح سوي هسه سويا نحلل هاي العبارة ونفهمها شلون صار لفظها بهالطريقة. Let's go. صوت اي اذا اجى بعد صوت الا ينحط بينات صوت ي، وهذه هي قاعدة الاقحام. الكلمة ا من افعال الربط الغير مهمة، لذلك تغير صوتها من ا الى صوت شوا ا ام ام، وهذه هي قاعدة التخفيض. إذن حنقحم صوت الياء بين صوت الآي وصوت الشوا فتصبح آيم آيم يا آيم. صوت حرف التي في كلمة out ينقلب إلى د خفيفة، وذلك لوقوع بين صوتين علة، وهو صوت الكلمة out أو وصوت الكلمة off فتصبح out out د. هذه قاعدة الإقلاب. صوت حرف الأف ذ يلغي، وذلك لأن متبوع بصوت ساكن وهو صوت ه في كلمة here، فيبقى من كلمة of فقط صوت وهو لشوا أ، بحيث من الممكن أن يلتحق أو يندمج هذا الصوت بكلمة out out فتصبح out out. وهذه قاعدة الإلغاء والدمج. صوت الحرف R وين ما نشوفه يلفظ بالكلام الأمريكي، واللفظ مالته يكون بمد اللسان بشكل مستقيم مع تقوس للأعلى بدون مسق في الفم من الداخل.
إذا لفظها النائي يصبح I'm out of the 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 خفيفة أو ر خفيفة بالكلام السريع جدا. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here.